خلينا نروح للشارع والكاميرا يحكى أن نزلت للأمهات والأبهات، عندهم كلام كتير عايزين يقولوه وإحنا نسمعه. تعالوا نشوف مع بعض. هم عنيدين شوية، يعني العناد بتاعهم. أكتر مشكلة بتقابلني لما ابني يطلب مني حاجة وأنا مش في مقدرتي اللي أنا ألبيها لي. كنا زمان ما بنطلبش. هو اولا اكتر مشكله بتقابلنا في تربيه الولاد هي البيئه اللي بيعيش فيها الولد. اذا كان المنبع طيب، يعني القران اولا بيذكر في ايات كتيره المنبت الطيب بيخرج نباته طيبه. المشكله في البيئه بتاعت الاولاد نفسها، صحبه الاولاد. انسان يخلي باله من صحبه اولاده اهم حاجه. لا احنا دلوقتي الاولاد بتقابلنا مشاكل كتير، لازم يبقى في مراعيه للطفل، نشوف ايه اللي ناقصهم، نحاول ننمي فيه الحاجات، نحاول نهتم بعقليته هو عاوز ايه واحنا ننميه بعد كده هو. لكن لو انت بتتكلم لا، الطفل هو اللي بيربينا دلوقتي. والله قلب الاب دايما على اساس ما يبصش لغيره، بس المفروض اصلا المفروض مش كل حاجه تتلبى للاطفال الصغيرين، لان انشأ على كده ويكبر ويعتمد على غيره مش على نفسه. لا طبعا، في حدود المعقول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ما خير بين امرين الا واختار اوسطهما او ايسرهما. ما ممكن يكون حاجه مخالفه او حاجه هتضره ما تدعلوش. لا طبعا اكيد مش كل حاجه، لا لازم، مش بنمنحهم اللي هم عاوزينه، لكن لازم نسال الحاجه. لو حاجه مش مرغوب فيها لازم نسال ليه طالبينها او عاوزينها. لا اختلف كتير كتير، يعني دلوقتي التليفونات والنت والحاجات دي شغالة طوالي، فأيامنا احنا ما كانش فيه الحاجات دي برضه. الجيل ده عايز كل حاجة بسرعة بسرعة. أنا عندنا سنين كنا بنستنى لما ياخد الابتدائي عشان نتمنى ساعة. أول مشكلة بتقابل المواطن أو بتقابل الأب عامة إن هو بينفذ كل رغبات الطفل سواء معاه أو ما معهوش بدون أي أسباب، علشان ما يبقاش هو يعني إيه مقصر في حقه أو يكون مزعله أو هو أحسن من غيره، وده مبدأ الناس دلوقتي عايشة عليه. الأخلاق، خلق النبي عليه السلام، التربية الصحيحة، المشي الصح، المذاكرة، التعليم، الحاجات دي كلها كانت موجودة زمان. دلوقتي العيل بيطلع لا حول ولا قوة. احنا بنتكلم في جيل سبعينات تمانينات، كان في حاجات كتير مختلفة تماما. أنا آسف لحضرتك مش هنفع أطابق ده بده نهائي.